يا الظاهرة النصراوية تقوم بالهداف لصالح الجورجينا. ناسو رونالدو هاي أخرى جاية ومتحشمة، يعني كيفاش لو جات بلباس آخر كعادتها يعني لجورجينا، ماذا كان سوف يفعل هذا الجمهور المكبوت؟ يا هذا هو دون التورنادو. كريستيانو رونالدو يستعد للدخول إلى أرضية الملعب. ويل للباطن ونادي الطائي من شر قد اقترب. انتم فاهمين انه الان الدون يعني حرب اعلاميه ضده، يعني وبالنسبه له انه كل العالم وكل الظروف ضده، يعني الان راحت عليهم لنادي الطائي ونادي نادي الفحيح ونادي نادي الغرافه وهذول. ربما نشاهده عنا هنا في فلسطين، يعني نشاهده يلعب ضد شباب الخليل او هلال القدس، يعني نتمنى انه يلعب ضدنا رونالدو حتى يعني نظهر لكم مستواه الحقيقي امام الصخور الدفاعيه الموجوده هنا لدينا في فلسطين. هذا هو أندوني كريستيانو رونالدو، نتمنى ان يعطوه كره، يعني ليظهر مهاراته وابداعه، يعني نختبره للدون. يعني هذا هو الدون الان يقوم بالتحدث باللغه العربيه. حمدون يشعر بالفخر، يعني الان شعر اباط حمدون قشعر، وقف شعر اباط حمدون، شعر رجلين حمدون وقف الان. لحظات دموع نزلت لحمدون.